أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أخبار السلام. بعد يوم واحد من توقيع اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، والذي جرى توقيعه برعاية روسية، ارتفعت حدة التظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مطالبة إياه بتقديم استقالته نظراً لموافقته على ما أسموه تنازلاً واستسلاماً لأذربيجان. وشهدت العاصمة الأرمينية يريفان سلسلة احتجاجات ضد رئيس الوزراء، بالرغم من إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمنع مثل هذه المظاهرات. ومن ناحية أخرى، قال مكتب رئيس الوزراء الأرميني إنه لن يسمح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة بالقوة، في الوقت نفسه الذي أعلن فيه رئيس أركان الجيش الأرميني أن الحكومة ستطبق جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون لمنع الدعوات التي دعت إليها أحزاب المعارضة من اقتحام لمباني حكومية وأعمال شغب وغيرها. وفي الوقت نفسه أعلنت موسكو عن وصول 400 جندي من قوات حفظ السلام الروسية إلى منطقة ناجورنو كاراباخ، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد تلك القوات إلى 2000 جندي بحلول نهاية الشهر الحالي، بناء على اتفاق السلام الموقع بين الطرفين الأذربيجاني والأرميني. وذكر مسؤول روسي في الكرملين أن روسيا ستحتفظ ب 16 منطقة مراقبة على طول ممر لاتشين الذي يفصل بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية، ولكن حتى الآن لم يتم صياغة آلية مناسبة بين الطرفين تنص على طريقة ومواعيد عودة اللاجئين وخطة تبادل الأسرى بينهما. عقد الرئيس الإيفواري الحسن واتارا محادثات هامة مع زعيم المعارضة في كوت ديفوار هنري كونان في محاولة لرأب الصدع والانقسام المنتشر في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتعهد الرئيس واتارا وزعيم المعارضة بالمضي قدما في محادثات السلام بينهما لحل الأزمة الصعبة التي تمر بها البلاد منذ نهاية أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى اشتباكات عنيفة راح ضحيتها 85 شخصاً. وقال الرئيس واتارا إن لقائه بزعيم المعارضة كان خطوة مهمة نحو حل سلمي للأزمة، وإنه سيجري المزيد من الاتصالات والمحادثات بين الطرفين كي تعود البلاد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وأضاف واتارا أنهما قررا تحقيق السلام الشامل في ساحل العاج بخطوات جادة من الطرفين في الأسابيع القليلة المقبلة. إلى هنا أعزائنا المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة قناة البابطينة الثقافية.